يتعلم. أنت تعرف أنك قادر، لكن أعرف كيف تثابر. فالمستقبل لك والحاضر على خطأ يمضي لا تندم. أنت تعرف أنك قادر، لكن أعرف كيف تثابر. فالمستقبل لك والحاضر على خطأ يمضي لا تندم. مدرسة الأصدقاء. هذه ليست علبة عصير، إنها من نفس النوع الذي يستعمله رواد الفضاء في الفضاء. أي سؤال؟ أجل ماجد. الحمام. طبعا السؤال المشترك هو كيف يدخل رواد الفضاء إلى الحمام. كما ترون السوائل تدخل الجسد من هنا. سيدتي، أعني أنني أريد أن أدخل إلى الحمام. طبعا يا ماجد. حسنا. لا يجب أن نسخر من وظائف الجسد، لا سيما في الفضاء. ملاحظة للنفس، الصودا التي تزن 72 أونصة ليست جزءا من الخطر. لا تقلق يا بني، سأعيدك من الصدمة. أشعر أنني بخير أيتها الممرضة. أنا سأحكم على ذلك. جاهز؟ لا، أحد الأطفال ألصق لسانه على ورقة. أنا أحتاج إلى 3 مكعبات من مزيل الغري. هيا بنا انطلقوا. أنت بخير ماجد؟ أجل، لكنني مبتل قليلا. تعال، إذن علينا أن ننهي مشروع العلوم. لكنه لم يجهز بعد. ها أنت، كل شيء في الداخل آمن. تعال وانظر. أعتقد أنني سأنتظر هنا. هل ستبقى خائفا من الحمامات طوال حياتك يا بني؟ تعرف حصل أمر هائل لشقيقي، لكن مع آلة التحميص. وضع شقيقي أنفه بالقرب من آلة تحميص أوتوماتيكية من نوع بيفينغتون. التوست المحمص انفجر في عينيه، لم يعرف ما أصابه. أتعني؟ لقد خاف من آلة التحميص تلك لدرجة أنه لم يتناول الفطور منذ 27 عاما، لكنه يتناول غداء دسما. أول غلطة لك استعمال الحمام الذي أسميه أول فيسفول. إنه آخر حمام حديث في المدرسة. في الأيام الماضية أقاموا هذه الحمامات بواسطة أنابيب كبيرة ومواسير ضخمة بحيث تتحمل الضغط. إنها تنزل المياه عشوائيا. إنها مزاجية، أقل حركة يمكن أن تجعلها تعمل. أولد فيسفول يملك قوة. يمكن للقوة أن تكون أمرا جيدا حين نستعملها بطريقة جيدة. تذكر القوة يا بني. طبعا سأفعل. لحظة يا فوزي، سأحضر لك كوبا من المياه العذب. تفضل، إنها ألذ من مياهنا القديمة، أليس كذلك؟ وهي صحية أيضا. المزيد. حسنا، بدلا من أخذ المياه من هذه الأنابيب المهترئة هناك، وضعت النظام الجديد داخل الأنابيب القديمة. إن أفضل ما يميز نظام المياه المفلترة أنك لا تضطر أبدا إلى تغيير الفلتر، لأنه لا يوجد فلتر أصلا. إنها باردة، إنها لذيذة، هذه مياه. هذا رائع. لم أستطع أن أجهز من قبل لأن فهيم كان يريد أن يكلمني. لا بأس، انتهيت. كيف انتهيت؟ هل تخيطت بالمخططات؟ بأي مخططات؟ التصاميم. هذا؟ هل هي مفيدة؟ لا أعتقد. لم تنظر إليها حتى يا نبيل. لدي بعض التجاعيد أريد أن أكويها. لا وقت لهذا ماجد، إنها لم تجهز حتى الآن.
اهدأ، إنها جاهزة. إنها بحاجة إلى بعض الجوانب فقط. والآن أقدم لكم للمرة الأولى بالقياسات الحقيقية مكوكاً فضائياً صغيراً. إنه معبأ أوتوماتيكي، 4 مقاعد للأولاد، كل واحد يملك مقبضة للثوب. في الواقع سيدتي لم ننتهي بعد وفقاً لهذه المخططات. هيوستن، لدينا من يشعر بالقلق. مؤثر للغاية، لم أرى من قبل مشروعاً علمياً طموحاً طوال أعوامي هنا. عم تتكلم؟ كيف نسيت مشروعي عن النظام الشمسي؟ كيف؟ أجل، صحيح، كيف تنسى مشروعك عن ما هو اسم مشروعك؟ لقد قلت لك النظام الشمسي. لقد تذكرت، هذا مشروع عن النظام الشمسي، قدمه ذلك الصبي الغريب الأطوار. إنها تتذكرك. من يعرف الكواكب 9؟ المشتري، عطارد، الزهرة، المريخ، زحل، والأرض، القمر، نبتون وبلوتو. جيد جداً، نعم، كان مشروعاً مؤثراً ودقيقاً في كل تفاصيله. مقياسه ليس جيداً. ليس جيداً؟ ليس جيداً؟ قل لي ماذا قال؟ قال ليس جيداً. لقد سمعته. حسناً، تريده كذلك؟ ستحصل عليه. إلى غرفة المعدات لو سمحتم، حيث سنبتكر ثياباً خاصة بالفضاء كي نستمتع بهذه الفرصة الرائعة. كم هذا جميل، كروات الفضاء تنال. ليلى، ماجد، ربا، لنذهب. متأكدون من أنه آمن؟ لم ننتهي من المكوك وفقاً للتصاميم كلها. قصصنا بعض الزوايا لكنها آمنة وستطير كالحلم. هذا رائع. هل سنرى الكائنات الفضائية؟ هذا غير معقول، ربا، لا دليل على وجودها أبداً. رحلة موفقة. هذا زحل، الكواكب غير منتظمة، أتعرف ما معنى هذا؟ حفظت الدرس الأول من دون جدوى؟ هكذا يبدو النظام الشمسي، وهنا مكان الكواكب. إذا استمرت الكواكب هكذا في مسيرتها على هذا المنوال، المريخ سيرتطم بعطارد الذي سيبتعد عن المريخ، ثم عن نبتون والمشتري الذي سيبتعد بدوره عن بلوتو، ونبتون سيبتعد عن زحل إلى الزهرة، وسيرتطم نبتون بالأرض ويرسلها إلى الشمس. كل صبي في المدرسة سيحترق ويتحمس كبطاطة مقلية. متى سيحدث هذا ماجد؟ خلال 16 دقيقة. ستة عشرة دقيقة راتيكوس، 16 دقيقة. 16 دقيقة، ماذا يحصل؟ عليك أن تنتبه. صباح الخير سيدي، ربما تود تجربة هذا. شكرا آنسة نور. المكان حار هنا، يبدو أن هناك مشكلة بالإضاءة أيضا. أرأيت هناك كل هذه الأضواء؟ هل ترين ذلك؟ حقا، إنها جميلة، أليس كذلك؟ أوه بالطبع، الآن انظري هناك. رباه. لابد من أنه عطل بالطيار، فليتحقق فهيم. على الفور سيدي. حسناً، هذا تصميم خاص بالمدرسة،
الرمز الأزرق الداكن هو المكوك الفضائي. أين نحن؟ لماذا اخترت الأزرق؟ أبدو خرقاء في الأزرق. هنا وصلت الكواكب، علينا أن نعيدها إلى ترتيبها الصحيح، وذلك كي نتجنب حدوث كارثة، وعلينا أيضا أن نتفادى أي اتصال قريب بالشمس بسبب الحر، وهذا سيتطلب تخطيطا دقيقا. أمامنا 14 دقيقة ماجد، لا وقت لنكون حذرين. أنت محق، لا وقت لذلك، لكن علينا القيام بالأمر بطريقة صحيحة. إذا وصلنا إلى زحل أولا. هذا بعيد ماجد، انظر، ها هي الأرض هناك في غرفتنا. كل ما علينا القيام به هو إحضار الكواكب الأخرى ووضعها في مكانها المناسب من الأرض، وفي طريقنا إلى زحل سنحضر عدة كواكب. ولكن يوجد عدة مشاكل يا نبيل، يجب أن تستمع إلى خطتي. خطتي هي ألا نتعرض للاحتراق. تبدو هذه خطة جيدة. تمسكوا، ها هو بلوتو، إنه في الاتجاه المعاكس، يجب أن أستدير كي ألتقطه. أتعرف أن بلوتو هو اسم كلب من الرسوم المتحركة؟ هذا جيد. من جهة الأرض يجب أن يكون بلوتو في مختبر العلوم. انظر إلى هذا، العبقري نبيل يطلق الكوكب الأول. ضربة موفقة، لقد جنت الحشود. ميزة زحل أيها الأولاد أنه يتكون من مليارات الجزيئات الجليدية التي تحوم حول الأرض. زحل إلى قاعة الأساتذة، عليك أن تسمعني. بلوتو، زحل، الأرض، المريخ، الكوكب الأحمر، إلى المكتبة، انطلقوا هيا. كم بقي لدينا من الوقت؟ 12 دقيقة. سنلتقي بسكان المريخ؟ يا ذكية، لا يوجد سكان في المريخ. أسفة روبا، مجرد تأكيد للمعلومات، ليلى محقة، نظراً لمناخ المريخ القاسي لا وجود لأي شكل من أشكال الحياة عليه، يوجد فقط عدد من البراكين. لا عجب أنها أستاذة منذ 17 عاماً. المشتري هو أكبر كوكب في النظام الشمسي، آمل أن يتسع في المقهى. ما من مشكلة. تحطم كل شيء. انظروا، ما هذا؟ حليب، يبتعونه بكميات كبيرة. أترى ماذا حصل راتيكوس؟ لقد شكلوا المجرة. عجل المجرة، ولكن لا أفهم شيئا. اصطدموا بالحليب، الحليب في كل مكان، إنهم جميعا في الفضاء، والحليب في الفضاء. ماذا سنفعل؟ لا نرى شيئا على الإطلاق. لا تقلقوا أيها الرفاق. ماجد، أين هي المساحات؟ كانت على الرسومات، لم أستطع أن أركبها. رواد، شكرا لك صديقي. أريد 5 دولارات، واجب أن أخذ ربع. أرأيت، كل شيء سيكون على ما يرام. ما هذا؟ نيازك. لا، هذه شعب النيازك، مصنوعة من البلح ككتل ثلجية، وهي مجموعة من الصخور، إنها على شكل غبار. انتبهوا، إنها تهاجمنا. لا أصدق هذا، لقد خرجوا من الغبار. ربما نعطيهم القليل من الخصوصية، ما رأيك؟ هذا ممتع، ها؟ ليس كذلك. اهدأوا، هل فعلتم؟ نبيل، هناك مشكلة، أمامنا 8 دقائق و3 كواكب ما زالت بعيدة عن الأرض وعن المدرسة. ماذا ننتظر؟ حتى إذا استعملنا السرعة القصوى لن نتمكن من الوصول بأقل من 9 دقائق ونصف. لما لم تقل هذا من قبل؟ حاولت. بمعنى آخر سنحترق؟ هذا احتمال،
لكن إذا أحضرنا زحل وأعدناه بسرعة مناسبة إلى عطارد، عندها سيقترب عطارد من الزهرة ونحن نعود إلى المدرسة بسرعة. تمسكوا! ها هو زحل! ها هو عطارد! أحسنت نبيل! عطارد معروف منذ العصور القديمة، إنه أكثر الكواكب إضاءة في السماء عدا الشمس والقمر. نحو الهدف! هذا ما أفعله! نجحوا! نجحوا! لقد نجحوا! تباً لهم! لقد نجحوا! أنت جرذ مختل! أنت مخطئ جداً! لم ينجحوا! لقد نسيوا أمر الشمس! علينا أن نعيد الشمس إلى مسارها الصحيح، أي أن نوجهها إلى القبو. 3 دقائق تكفي، صحيح؟ بالكاد، لكن أردت تجنب الاقتراب من الشمس. إذا كنت لا تتحمل الحار، ابقى خارج المكوك. هذا الحر لا يحتمل! لم أشعر بحر كهذا من قبل طوال حياتي. هاي، نسيتم أن هذا المكوك مزود بدروع قوية؟ إذا أدرنا هذا الزر، ماذا يجري؟ إنها لا تعمل، ماذا يجري؟ اكتشفت خطأ في الدروع منذ عدة أيام، أجريت التعديلات اللازمة في الرسوم. لم ألتزم بالرسومات. يبدو ذلك. كان علي أن أستمع إليك، إنها غلطتي. أتعرفون ما الأسوأ؟ أجل، لقد أثر الحر على جمال شعري. لا، بالرغم من سرعة المكوك فإن قوة جاذبية الشمس تشدنا إليها. سنحترق. ربما لا، نحتاج إلى خطة طوارئ. ليس هناك خطة أيها الأبله. أنا أعمل على هذا. فكر ماجد، فكر، إنه يجيد التفكير. لو كان هناك طريق مختصر إلى القبو. القوة ماجد، أتذكر القوة؟ أولد فيسفول. نبيل، خذني إلى الحمام. ماجد، كان عليك أن تفكر بهذا قبل أن نبدأ رحلتنا. أولد فيسفول هو اختياري، إذا اقتربنا منه سينطلق. هذا أولد فيسفول تحول إلى حفرة مظلمة. بعض المناطق في الفضاء تتمتع بقوة جاذبية وكأنها مكانس كهربائية تمتص أي شيء يقترب منها. عفوا، أنت لا تفكر أن تدخل إلى الحمام ماجد؟ حين ندخل الحفرة السوداء ستدخل البرودة إلى السفينة، بعد ذلك ندخل إلى الأنابيب ومباشرة إلى القبو. ها نحن! حسناً، أول التفاف تراه اقترب منه. هذا يعني الآن. ربا، اقطع الحبل. المكان حار هنا، أريد كوبا من المياه الصافية بسرعة. تباً، هؤلاء الأولاد أعادوا الشمس إلى مكانها. لقد نجحوا، لقد أعادوا الشمس إلى القبو مجددا. ربما تفضل كوبا من الشاي الساخن يا فوزي. ليس بهذه القوة راتيكوس. لا أعرف لماذا تتذمر يا فوزي، إنه أجمل لون حصلت عليه هذا العام. يا لها من فوضى، الحليب في كل مكان، حليب يثير الاشمئزاز. أنا أكره الحليب. هذا أطيب حليب شربته في حياتي. ملف آخر يضم إلى ملفات مدرسة الأصدقاء. ماجد، هل أنهيت زجاجة الصودا التي تزن 72 أونصة؟ أشعر بالعطش. هاي، يمكن لصديقي أن يشرب كل المشروبات، خطته أخرجتنا من المأزق. شكرا نبيل. بالإذن، أريد أن أدخل الحمام، لكن
أعتقد أنني سأنتظر إلى أن أصل إلى المنزل. لا تخشى أن تخطئ يوما، من لا يخطئ لا يتعلم. حدد هدفك ثم تفهم كيف تواجه ثم تقدم. لا تخشى أن تخطئ يوما، من لا يخطئ لا يتعلم. أنت تعرف أنك قادر، لكن أعرف كيف تثابر. فالمستقبل لك والحاضر، على خطو أن يمضي لا تندم. الحاضر على خطأ يمضي لا تندم. مدرسة الأصدقاء.